السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. واليوم جبت لكم هذا الحريشات هادو اللي المقادير ديالو مبساطين بزاف وغير مكلفه، كتعدل في دقائق. هذه من نوع ديال الحرشه اللي كتجي شي شوفتيه. دابا ما عليكم الا تبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. كما كتشوفوا هادو هما المقادير ديالنا اللي غادي نحتاجو في هاد الحرشه. هادي غادي نحتاج سميده غليطه كما كتشوفوا بحال هيدا. غادي نحتاج جوج الكيسان، القياس دائما بكاس ديال العنبه، يعني جوج الكيسان د السميده غليطه، وعندي نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، واحد البيضه، معلقه صغيره د السكر، ومعلقه صغيره د الملاح، ومعلقه صغيره د الخميره د الحلوى او 7 د القرم. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نضيف للسميده الخميره والملاح والسكر، وغادي نخلطهم مزيان حتى ما يبقاش الخميره فيها كيظهر ديك الحبيبات. من بعد غادي نضيفوا الزيت وغادي نبقاو نخلطوا مزيان حتى يدخل الزيت في السميده، يعني بحال اللي كتقولوا كنبسبسوها. من بعد غادي نضيف البيضه او البيض، وغادي نضيفوا الحليب، وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا العناصر كاملين مزيان مع بعضياتهم. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها كيف كيجي، كتجي خفيفه شويه. دابا غادي نكونوا سخنا المقله ديالنا من قبل، وملي سخنوا غادي نكب عليهم سميده غليطه، غادي نضردره هيدا من فوق. المقله ضروري ما يكونوا المقله يعني المقله ما كتلصقش، او المقله ديال الباغرير. هادو عندي انا مقالي خاصين بالباغرير، كنعدل فيهم هاد الحرشه هادي. كما كتشوفوا الخليط ما كنخليهش يخمر، يعني مباشره ملي كنخلطو كنكبو ديريكت في المقله كما كتشوفوا. اذا في حاله ما اذا تقل معكم الخليط زيدوا له واحد شويه، خفوه بواحد شويه ديال الحليب. كما شفتوا بان هذا الخليط هذا اللي عدلنا يعني خرج لي جوج ديال الحرشات. دائما غادي نطيبوهم في عافيه تكون مهيله. ودابا غادي ندردر عليهم شويه السميده هيدا من فوق، وغادي نغطيهم ونخليهم يطيبوا. دابا غادي نجوزو الموس على الحاشيه ديال المقله باش تساعدنا اننا نقلبوا الحرشه. وغادي نعاود ندردر عليها السميده غليطه باش ملي نقلبها ما تلصق ليشي. كما كتشوفوا هاد الحرشات كيجيو ساهلين واقتصاديين، دائما كينفعوني في وقت الحصره، يعني نهار الحد ملي كنوضو في الصباح، ولا شي نهار هيدا ما كانش الخبز كتنفعني. غير هاد الحرشه هادي كنعدلها داغيه، نتوما شفتوا داغيه كتوجد. نتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو، ونتمنى تكونوا استفدتوا. واللي جرب هاد الحرشه يشارك معنا التجربه ديالو باش يستفد الجميع. وما تنساوش ما تنساونيش بالكومنتاريوز ديالكم والتعليق ديالكم. وبالنسبه للناس اللي جدادين معايا في القناه، ما تنساوش تضغطوا على ابوني ولا سبسكريبير ولا اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. وكما العاده ما تنساونيش بلايك.